السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب من جديد في قناة منوعات حصرية. أنا في سوبر ماركت يا شباب يعتبر من أكبر المولات في إيطاليا. شوفوا طوله عامل ازاي، ده الطول بس، وفي الجهة التانية برضه نفس الطول ده كده، وغير تحت غير ما في موجود تحت اهو يا شباب، هو دورين. ف مول كبير جدا وهو للتسوق، وكله محلات ومطاعم واي حاجه تتخيلها، من اكبر الماركات اللي موجوده في اوروبا موجوده فيه، ومحلات كلها ماركات وكلها يعني اسعار عاليه جدا. وطبعا في اسعار مخفره وفي اسعار برضك مخفره، وفي محلات اللي هي ممكن تجيب منها باسعار برضك مخفره وفي حاجات كويسه يعني. فدلوقتي زي ما انتم شايفين هوريكم، زي ما انتم شايفين يا شباب المنظر عامل ازاي، لاننا احنا دلوقتي على في راس السنه جاي، فكله عامل الانوار والحاجات ديت. زي ما انتم شايفين حاجه جميله جدا. عندنا في مصر برضك عندنا مولات حلوه برضك زي دي برضك، وخلي بالكم يعني، وفي برضك ماركات وحاجات برضك حلوه زي هنا في اوروبا. زي ما انتم شايفين يا شباب النهارده 26/12/2021، زي ما انتم شايفين المنظر عامل ازاي، زحمه جدا وحاجه كويسه جدا. وزي ما انتم شايفين معلقين الانوار، حاجه جميله جدا، حاطين مناظر طبيعية، وفي كل حاجة مفتوحة هنا، مطاعم، بارات مفتوحة، عايز تاكل أي حاجة، في موجود حاجات مصرية برضك هنا، في كباب، في حاجات برضك بيبيعوا حاجات حلال وكده يعني، في كل حاجة تتخيلها هي موجودة في المول ده. هنا بيسموه سنتر كوميرشالي اللي هو مول كبير يعني. دي من أكبر المولات في ايطاليا، في منطقه اسمها، في محافظه اسمها بريشيا في ايطاليا. ده الدور الارضي كله محلات برضك، وكله زي ما انتم شايفين كبير جدا يعني، ممكن علشان تجيب اخره عايز لك يوم كامل عشان تجيب اخره. والمحلات طبعا زي التراب هنا، وحلاوته اللي انت بتشوف كل الاسعار بتاعتك اللي انت عايزها، عايز اسعار مخفره بتلاقي، عايز اسعار غاليه بتلاقي، عايز اسعار كلها في الماركه وفي التقليد وفي كل حاجه. ده غير محلات التكنولوجيا ومحلات التليفونات وكل حاجه، كل حاجه هنا اوريجينال اصليه. أشوفكم على خير بإذن الله، وفيديو جديد من قناة منوعات حصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.